مشروع الواحة السكني عنوانك الجديد. نوال الناصري، استشاري أول مبيعات في شركة الأرجان تاول. مشروع الواحة السكني يقع في منطقة بركة، منطقة النعمان، يبعد تقريبا عن مطار مسقط الدولي 40 دقيقة، بالقرب من كافة الخدمات والمجمعات التجارية. يعتبر المشروع الأكبر في مدينة بركة حاليا. مساحة المشروع تقريبا تصل إلى 690 ألف متر مربع، يتكون من 12 مرحلة. بدأنا بالمرحلة الأولى إنجاز 112 وحدة سكنية، والآن افتتاح المرحلة الثانية عبارة عن أراضي سكنية تقريبا 68 أرض سكنية. أيضا في معانا مساحات تجارية تقع في الأمام، وأيضا مساحات تجارية سكنية بالإضافة للمراحل الأخرى والمرفقات الأخرى الموجودة في المشروع. الوحدات السكنية المبنية 112 وحدة سكنية، جميع الوحدات جاهزة، وتم البيع منها ما يقارب 95 وحدة سكنية، وتبقي تقريبا 17 وحدة سكنية. بالطبع جميع الوحدات مباعة، تم تسليم ما يقارب 70% منها، وتم الانتقال إليها من قبل العملاء. بالنسبة للوحدات السكنية، طريقة الدفعات نحن حاولنا قدر المستطاع أنه تكون دفعاتنا ميسرة في متناول جميع العملاء، بحيث أن قدمنا أنه العميل ممكن يدفع 20% كدفعة تعاقدية وتكملة باقي المبالغ خلال 12 شهر. طبعا يعتبر مشروع الواحة السكني هو عبارة عن مشروع يعتبر كمدينة سكنية متكاملة، بحيث أن المشروع يحتوي على مناطق تجارية، وأيضا يحتوي على مناطق للمساجد ومناطق للحدائق المعشبة، أيضا يحتوي على مدرسة، أرض لمدرسة، سواء كانت مدرسة حكومية أو مدرسة خاصة. فالعميل الموجود في المشروع يتوفر معه كل الخدمات. طبعا المشروع فاز مؤخرا بأفضل مشروع ميسر في مستوى سلطنة عمان، وأيضا المشروع يعتبر قريب من كافة الخدمات التجارية، وأيضا سهولة الدخول والخروج للمشروع من حيث الشارع العام، وأيضا الآن الطريق المؤدي إلى الشارع السريع. مؤخرا تم تدشين المرحلة الثانية، هي عبارة عن أراضي سكنية، أراضي فضاء بمعنى أصح. تبدأ مساحات الأراضي من 400 متر وتصل إلى 700 متر. طبعا هذه فرصة جيدة للاستثمار من كافة العملاء أو الأشخاص اللي يبحثوا عن الاستثمار في مدينة بركة. مؤخرا تم افتتاح عرض خاص للعملاء، بحيث أنه العميل بالإمكان من اشتراء فيلا جاهزة في المرحلة الأولى، بالإضافة إلى أرض سكنية في المرحلة الثانية بقيمة 64900 ريال عماني. وطبعا هذا يعتبر عرض مغري جدا، لأن العميل بإمكانه أنه هو يسكن في المشروع بالإضافة إلى أنه يستثمر الأرض، سواء كان في عن طريق بنائها أو إعادة بيعها. طبعا الشركة دائما من سماتها أن هي تحاول مساعدة العملاء بقدر المستطاع، فدائما نبحث عن العملاء اللي قادين في بالنسبه مثلا للاستئجار او حتى للاستثمار، العملاء بقدر الاستطاعه وامكانيه الشركه. طبعا نتيجه القرار الصادر من وزاره الاسكان في المشاريع السكنيه، لا يسمح التملك الا للعمانيين مواطنين دول التعاون فقط. بالطبع البنوك بشكل عام كامل تمول المشاريع بشكل عام، وأيضا مشروع الواحة، ويوجد عدة اتفاقيات مع عدة بنوك، وأيضا في طرق ميسرة ومسهلة للعميل الراغب الحصول على قرض بنكي من البنوك بشكل عام، سواء كان البنوك التجارية أو البنوك الإسلامية. الضمانات التي تقدمها الشركة هي ضمان سنة أعمال مدنية، وضمان 10 سنوات مكافحة النمل الأبيض، وضمان 10 سنوات ضد الماء. ممكن استلام الفيلا في حال أن العميل يدفع طريق الدفعات، وهذا تعتبر ميزة للمشروع، بحيث أن العميل ما يضطر ينتظر سنة كاملة لحد ما يستلم وحدة السكنية. بنعم في الإمكان من بعد دفع 20% فقط، بإمكان العميل استلام الوحدة وسكنها أو تأجيرها أو فعل ما يريد فيها.